ده بصراحة أسبوع الثانوية العامة، كل أخبار الثانوية العامة من أول النتيجة لحد اعتمادها لحد الأوائل، وتبدأ بقى الأوائل هيروحوا فين والناس بتفكر إزاي. لكن الأهم عندي إزاي عدوا الثانوية العامة، اللي هي السنة اللي أنا شخصيا نفسي إنها تختفي من حياة الطلبة وتبقى سنة عادية، والأهالي كده تاخد نفسها والطلبة تاخد نفسها. إلى أن يحين ده لازم نعرف ماذا حدث في البيوت والتفوق إزاي جه، ونتعرف أكتر على الأوائل. خليني أرحب الأول بالتاني على الجمهورية، محمد أحمد رزق بقسم علمي رياضة. أهلا بيك يا محمد. أهلا. ومحمد جايب 99.14 من 100، مظبوط كده؟ وطبعا والدته السيدة الفاضلة داليا درويش، والدة الطالب محمد أحمد رزق. مساء الخير، منوراني. محمد قسم علمي، خلينا نروح لقسم الأدبي. عز الدين أحمد العوضي الخامس على الجمهورية بقسم الأدبي. مساء الخير يا عز، وألف مبروك. وانت 95%، ألف مبروك. ووالده دكتور أحمد العوضي، وهو أستاذ متفرغ في كلية التربية الفنية. أهلا بحضرتك يا فندم، منورني. أنا يعني علشان عندنا سيدة فاضلة فنبدأ بالسيدات ونبدأ بالتاني على طول. أولا، كنت متوقعة أنه محمد ياخد المركز التاني؟ أولا كنت متوقعة له مركز على الجمهورية. التاني ده بقى توفيق ربنا. لكن ما كانش متوقع. لا، متوقع ان هو الحمد متوقع لله ياخد مركز. بس الترتيب لا، مدرسين متوقعينه الاول على الجمهوريه. الاول على الجمهوريه. فرقت ايه قد ايه بينك وبين الاول على الجمهوريه؟ نص درجه. نص درجه. فانت عارف هو مين ولا بالصدفه؟ قابلته في المؤتمر اللي الوزير كان عامله. ايوه. فده نص درجه يعني مش حاجه يعني بينكم انتوا الاثنين. طيب، كنت متوقع يا محمد وانت بتذاكر يعني او خططت ازاي للثانويه العامه؟ والله ما خططتش. يعني هو وقت الامتحانات، يعني انا حسيت وقت الامتحانات ان انا ممكن اطلع مركز على الجمهوريه. يعني بتذاكر كام ساعه؟ يعني انا عارفه الثانويه العامه بتاخد من العمر، من عمر البيت وعمر الاهالي والوقت. انت مش قوي يعني بتاخد وقت قد ايه؟ في اول السنه كنت بذاكر 6 أو 7 ساعات في من اول يوم. في الاول من اول السنه. من بدايه الثانويه العامه. بعد كده بقى وقت الامتحانات بدأت أزود عدد الساعات بتاعت المذاكرة. هواياتك إيه؟ أنا دايماً ببقى عايز أعرف الأوائل بيفكروا إزاي؟ إيه الهوايات اللي عندك غير إنك متفوق؟ إيه الهوايات اللي بتمارسها؟ يعني وقت فراغي وكده بتفرج على أفلام ومسلسلات وبلعب على اللاب، وساعات بنزل ألعب كرة مع صحابي، بس كهواية مش ممارسة مع النادي أو كده. طيب، في البيت محمد طول عمره شاطر متقدم، ما فيش فكرة ذاكر يا محمد انت في ثانوية عامة يا ابني، ما فيش الجمل دي؟ عمرك ما قلتيها؟ لا، ما اكيد هو شكله عبقري اصلا يعني. ما شاء الله. انا يعني هو منظم الحمد لله، و يعني مش محتاج اني اقول. مش محتاج اني تقول. حلمك تبقى ايه؟ تروح فين؟ هندسة ان شاء الله. هندسة. هندسة ايه بقى؟ انت مجموعك ما شاء الله يجيب، وانت حاطط رجل على رجل وانت جاهز يعني قاعد واخد وضعك يعني. هو والله لسه بشوف المنح يعني وكده. تشوف هتروح فين ان شاء الله. طب خليني اروح للقسم الادبي واسال عز الدين. عز الدين، كنت متوقع النتيجه؟ الحقيقه مش قوي يعني. هو انا كنت حاسس ان انا عملت كويس في الامتحانات وكده، لكن فكره مركز من مراكز الجمهوريه كانت بعيده عني شويه. لكن كنت حاسس ان انا عملت كويس في الامتحانات، وكان ده بسطني ومريحني شويه وانا مستني النتيجه. ما كانتش عبء عليك؟ ما كنتش قلقان؟ الشكاوي، المواد، الحاجات بقى اللي بنسمع عنها اكيد خلال الامتحانات. فعلا بيبقى الموضوع موتر شويه، بس كنت بحاول ابعد عن الحاجات دي شويه، عن عشان اي توتر بالظبط، عشان اقدر بس اكمل الامتحانات بنفس المستوى. حققت مراكز قبل كده اعداديه ابتدائيه على مستوى المدرسه، لكن جمهوريه دي اول مره. دي اول مره حضرتك كنت متوقع انه عز يحقق المركز ده؟ انا كنت متوقع له ده فعلا، لان عز اساسا من صغره هو ذهنه متفتح جدا ودايما بيفكر خارج الصندوق، يعني عنده ملكات وقدرات ابداعيه. ايه هي الملكات؟ يعني هو كان غاوي، كان متاثر بالمجال بتاعي ان انا اساسا استاذ في تربيه فنيه. فكان بيرسم وكان غاوي تصوير، وكنت بشجعه، كنت بجيب له حتى كان بيعمل افلام صغيره كده وهو صغير، ويعني حاجات ليها افكار، كنت بحس ان هو بيفكر وعنده رؤيه ومبدع يعني. فكنت متوقع ان هو يعني يحقق حاجه، يتفوق. كنت بتذاكر ازاي؟ كم ساعه؟ كنت بتخطط ازاي للثانويه العامه؟ الحقيقه
الحقيقه بالنسبه لي كان تخطيط الاهم بالنسبه لي كان تخطيط الاسبوع اكتر من تخطيط اليوم. ان انا اكون المواد كلها بعدي عليها خلال الاسبوع، لكن ما كنتش بحسب لنفسي عدد ساعات، كنت بس مش بنام غير لما اخلص اللي انا عايز اعمله في اليوم. وكان ده بيفيدني يعني أكتر. كنت بتعمل بلان لليوم، تخطط ليومك بالظبط. لكن لما اخلص بقى المهام دي هنام بس. بتخلص المواد قبل وقت الامتحانات؟ يعني بتبقى داخل الامتحانات بس بتراجع وخلاص ومجهز، ولا بتفضل لحد اخر دقيقه سؤال نمره 6 ما جاوبتوش، سؤال نمره 10؟ لا اكيد بنخلص المنهج بدري فعلا، وبنبدا مراجعات بدري، بس هو الحقيقه ان انا كنت بنسى شويه، فبحتاج اراجع اكتر من مره، فكنت ده بعمله فعلا، لان كنت بحاول ان انا داخل الامتحانات او ايام الامتحانات الحقيقه مش متوتر قوي بقى بنفس الدرجه اللي كنت متوتر فيها قبل كده. فكان ده يعني حاولت اعمله شويه. البيوت استاذه داليا، يعني احنا البيوت المصريه كلنا نفسنا نتخلص من، يعني اكيد انت بتحلمي على ابنك الصغير انه لما يوصل ثانويه عامه ما يبقاش فيه بقى هذه الازمه بتاعه الثانويه العامه. البيوت بيبقى عندها نوع من التوتر، يعني حتى لو انت ابنك شاطر. طبعا. ايه طبعًا. بقى ايه اللي بيحصل؟ يعني انت طول الوقت عايزه تعرفي ان شاء الله هو هيبقى ايه. يعني وبرده طول الوقت انت بتحاولي تهيئي له يعني جو كويس ان هو يبقى بيذاكر فيه. يعني انت عندك فكره، لا يا جماعه انا عندي ثانويه عامه. دايما نسمع دي. بتقوليها كتير. تعملي ايه بقى؟ انا عندي ثانويه عامه، يعني انت يعني الزيارات بتبقى قليله. بحاول بقدر الامكان انا هو كمان يبقى اخواته والمناخ اللي حواليه كده يبقى فيه حبه هدوء يعني. ابننا عنده ثانويه عامه. فاللي هو حاله طوارئ في البيت. حوشوا بقى عنه. حوشوا عنه. استاذ عايز، حاله طوارئ حقيقيه بتبقى في البيت ولا قلت شويه عن زمان؟ الحقيقه احنا كنا ماشيين بشكل عادي طبيعي جدا يعني. جدا. يعني حتى اي ممارسات لي خارج نطاق الدروس والتدريس والدراسه كانت متاحه لي. ما فيش يا ابني حرام عليك انت في ثانويه عامه. لا لا مش كده، ما كانش فيه. بس عشان هم شاطرين. لا هو اساسا يعني عنده نوع من الاستيعاب مش بيعتمد على الحفظ. يعني عنده قدره على التفكير بمجرد ان هو اساسا يستوعب الماده ويفكر وينطلق هو بذاته يعني. فما كانش محتاج ان هو يعني يقعد طول الوقت يذاكر ويحفظ. انما كان عنده القدره على الفهم والتفكير والابداع يعني. اكيد. طيب انا هنا من الفهم والتركيز عايزه اسال محمد، بما انه الثاني على الجمهوريه، سؤالي هنا ليك، دايما نقول الاوائل دول مبتكرين موهوبين شطار، ولا ذاكروا وقت كويس وحفظوا وحطوا كل حاجه؟ يعني ميز لي كده ما بينهم. انا لا، المذاكره انت علمي رياضه يعني عندك حاجات كتير فيها فهم كبير يعني. هو اللي بيفرق الاستيعاب برضو يعني، ممكن واحد يذاكر 18 ساعه زي ما واحد ذاكر 7 ساعات مثلا. بس الفرق في الاستيعاب ما بينهم. لكن ما بيبقاش فرق مذاكره كبير قوي يعني، اللي هو هذاكر وكده لا، اللي هو عندي فهم. طيب احنا لسه كنا بنشوف من شويه، نرجع تاني نشوف صوره محمد وهو بيكرم من دكتور حجازي اهو. وطبعا دكتور رضا حجازي طبعا كرم الاوائل كلهم. احساسك ايه بقى لما عرفت امتى ان انت التاني؟ يعني عرفت بالليل بلغوك؟ لانه الاوائل بيتم تبليغهم قبل النتيجه حتى ما تصدر النهائيه. عرفت الاول. كلمني حد من المدرسه وقالوا لي محمد طلع السابع مش التاني. انت اتبلغتي على ان هو السابع. ان هو السابع. لان كان ترتيبه في الترتيب ابجدي. فشويه كمان وجات لي مكالمه ثانيه قالوا لي لا ده هو الثاني. فانت السابع برضو وهيستي. يعني كنت مبسوطه جدا يعني. يعني احنا مهيسين السابع والثاني. لانه الحقيقه الفرق بسيط. حاجه بسيطه بالزبط. يعني. بس الحمد لله. انا بقى بلغت له الخبر. بلغتيه السابع ولا الثاني؟ بلغته السابع. السابع. كان انطباعك ايه لما عرفت انك السابع؟ كنت مبسوط يعني. كنت مبسوط يعني. ما هم الدرجات قليله يعني، هم كلهم شاطرين. طيب عز، انت كمان عرفت النتيجه، تم تبليغك ولا تم تبليغ بابا؟ مين اللي خد الخبر الاول؟ انا كنت بره لما رجعت اكتشفت ان هم كانوا عارفين، وكنت بره عرفت من صحابي ومكالمات. تكريمك اهو على الهوا دكتور رضا حجازي. والتكريم برضو بيبقى حاجه جميله وحلوه يعني. فكانوا عارفين في البيت؟ حضرتك كنتوا عارفين؟ احنا عرفنا من خلال السوشيال ميديا، ما كانش من مصدر موثوق منه يعني. وكانت الاخبار بتتداول كده على مواقع التواصل الاجتماعي لحد ما اتصل بيه مكتب الوزير وبلغه بالنتيجه. احساسك ايه بقى لما عرفت؟ كنت متوقع انك تبقى الخامس يعني؟
لا الحقيقه فاتبسطت لانها كانت انبساط مفاجاه يعني كانت أيوة. مش متوقعه فكان بالنسبه لي مش مستوعب كمان قوي بس مبسوط لفرحتهم يعني هو فرحتهم هي اللي خلتني استوعب واحده واحده ان ده شيء يفرح اصلا لان انا ما كنتش مستوعب. طب قولوا لي كده انا ساعات يعني وانتوا بتتكلموا فرصه انتوا موجودين معايا في التسعه هل الاوائل دول بيفضل بينكم كده مجتمع لانكم هتخشوا الجامعه نفس السنوات ممكن تبقى عالم تبقى فنان تبقى حاجه كبيره في البلد تفضلوا على اتصال بانكم نفس السنه ولا ما الروح دي مش موجوده بصراحه محمد يعني اتقابلتوا كلكم في المؤتمر اه اتقابلنا ولقيتني موجود في جروب على الواتس معاهم وكده اه هم عملوا لهم ان شاء الله يعني في بينهم تواصل وانتوا ناويين تتواصلوا مع بعض ان شاء الله كلكم شاطرين يعني انا لسه واخد رقمه حتى لسه واخد رقم عايز ما قابلتوش في المؤتمر لا قابلته بس ما كلمتش معاهم كلهم يعني ايوه ايه اللي حصل السنه دي الاول ولد والتاني ولد كانت البنات بتتصدر ايه اللي حصل دكتور احمد بالنسبه ليه البنات يعني السنه دي في تراجع الولاد طلعوا لقدام هم حبوا بس ياخدوا فرصتهم الولاد البنات ياخدوا فرصتهم هم البنات كانوا شاطرين وبيذاكروا طيب الثانويه العامه بتتنفس الصعداء يعني كان بياخد دروس كتير البيت كله برده جاهز هو الحقيقه ما كانش بيعتمد اكتر على الدروس كان بيعتمد على يعني اجتهاده الشخصي لكن أيوه. كان بياخد حاجات حتى هو شاطر فيها بس كان عايز يقفل فيها او يوصل فيها الفول مارك يعني فتقريبا خدت في مادتين اعتقد وبعدين طبعا المنصات اللي هي الاونلاين كان بيشتغل فيها الانترنت مفيد والبحث بقى للاجيال الجديده اكتر من الاجيال القديمه واجيالنا احنا كنا ملتزمين بالكتب اللي عندنا انتوا اللي عندكم فرصه اكبر للاطلاع وتخليك تبدع يعني ممكن تبقى انت الخامس لان طريقه ادائك واجابتك تبقى مميزه هل ده موجود ولا بالظبط هو كان بالنسبه لي كان بيوفر وقت وكان بيوفر معلومات لو حاولت احصل عليها بالدرجه بالطريقه الاصعب كانت هتاخد فعلا وقت كان ده هيعطلني كمان شويه في حته ان انا لو سؤال واقف معايا لا ممكن اوصله بطريقه اسهل اكيد من خلال الانترنت سواء يوتيوب او بس سيرش طبيعي يعني عمل معاك بالظبط محمد انت بقى رياضه ومعادلات وكيمياء وحاجات كتير قوي واحصاء وتفاضل وتكامل وحاجات كنت بتدخل على مواقع برضو تديك اضافه تديك معلومات لا ما كنتش بخش على مواقع كنت ملتزم باللي موجود السوشيال ميديا انت من الناس اللي عندك فيسبوك تيك توك عندي تويتر. كل الحاجات دي عندك كل الحاجات وبتتفاعل مع الناس وعندك وقت بتاخد منك وقت قد ايه ما في يوم؟ مش بحسب بصراحه بس يعني انا قاعد في اجازه بس فبقعد اللي بيبعت لي حاجه برد عليه يعني فموجود يعني محمد هادي كده على طول كان متعب وحاجه ولا هو هادي لا حبيبي ده ربنا يرضى عليه زي هو ما هو كده ما شاء الله عليه هو هادي ومنظم وبسيط حتى في التعامل يعني طيب احنا ندي الاهداء ده انت تدي النتيجه الحلوه دي تهديها لمين لنفسك للبيت لبابا لماما لمين لبابا وماما برضو لان المناخ نفسه بتاع البيت كان عامل مساعد كبير في حته ان انا اقدر ابقى هادي في المذاكره ابقى بتعامل مع السنه بشكل طبيعي لان ده ساعدني ان انا فكره ان انا اتوتر اقل وان انا اعرف احصل اكتر حاجه ممكن اعملها اكيد بطريقه اسهل محمد الكلمه الاخيره تهدي النجاح بتاعك ده لمين تهدي لمين للعيله كلها لانها كانت بتساعدني وخصوصا جدا الله يرحمه لانه مات في وقت الله يرحمه ألف رحمة أكيد إهداء على روحه أنا بهدي نجاحك للسيدة الفاضلة داليا درويش ألف مبروك ألف مبروك يا محمد وأنا بهدي نجاحك لدكتور أحمد العودي ألف مبروك ألف مبروك لعز أحمد العودي ومحمد أحمد رزق الحقيقة شرفتونا ونورتونا وبتمنى أن احنا نسمع عنكم كل حاجة حلوة نورتونا هناخدكم وناخد كل الناس بعد فاصل هنروح للقاء نرجع تاني معاكم إلى مهرجان جرش انتم عارفين أن القناة الأولى بتاخدكم في تغطيات حية من العالمين لجرش وجرش للعالمين كنا موجودين وكنا على هامش الفعاليات والتقيت الحقيقة مع فنانة لبنانية بديعة عبير نعمة اللي بتغني بال 29 لغة بتغني حاجات كتير حلوة إن شاء الله تستمتعوا باللقاء ويكون حاجة جميلة في ختام التاسعة اليوم ليوم الخميس فأرجو أنه يكون يعني ختام كده لطيف معكم شكرا وتعالوا نشوف اللقاء مع بعض.